أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سلم رضي الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فاعلم أنه أفضل الذكر حقا لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله حي الذي لا ينام ولا يموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين برحمة الله وكرمه جزا الله لنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله
بجريب لا ومكي مدني درب بولا ومكي مدني بجريب لا ومكي مدني درب بولا ومكي مدني ديدة ريحو عيد مري يا حبيبي يا رسول الله ديدة ريحو عيد مري ديدة كرام مكي مدني درب بولا مكي مدني يا حبيبي يا رسول الله محشر میں ہو حبيبي يا رسول الله محشر میں ہو غالب پہ یہی ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم سب کو بچاؤ مكي مدني بقربنا مكي مدني درب بولا مكي مدني يا حبيبي يا رسول الله ديدك دید تیری ہو عید میری یا حبیب یا رسول اللہ دید تیری ہو عید میری دید کرا و مکی مدنی در پہ بولا مكي مدني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله متمدي فبدنيا يا وبآخرة الله الله يا رسول الله خذ بيدي الفاتحة الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا خاصة سورة الكهف والقصائد والأذكار ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والأولياء وإلى أرواح شهداء كربلاء وإلى أرواح أهل البيت وإلى روح شيخ الإمداد ساكن في بغداد شيخ أبو القادر جيلاني قدس الله سراجه وإلى روح إمام الهند شيخ معين الدين قدس الله سراجه وإلى روح إمام الراعي شيخ أحمد كبير الرفاعي قدس الله سراجه وإلى روح إمام التريكة وغوث الخليقة شابه الدين نقشبا محمد الويس البخاري قدس الله سراجه وإلى روح مولانا شيخ محمد العظيم عبد الحقاني النقشبندي قدس الله سراجه وإلى روح شيخ مصطفى يوسف قدس الله سراجه وإلى روح كل أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الذاكرين والذاكرة خاصة في فلسطين وإلى روح خاصة mention your beloved ones that have passed away by name. Sheikh Ali Walili, Maryam Bala Walili, Haji Usman Kaji, Aisha Usman Kaji, Usman Kapri, Hajira Usman Kapri, Sayyid Abdul Qadir Naqshban, Imam Ahmad Karthik, Abdul Hassan Talabakar, Ismail Usman Kaji, Abdul Salman Tanka, Zuhaila Adam, Minut Adam, Muhammad Adam, Zuleha Amahi, Fatima Patankar, Abdullah Kafka, Maryam Kapri, Ibrahim Kapri, Imam Nur Muhammad Kaji, Ila Rahmati, Yunus Hama Fatima, Allah, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وارحمنا معهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم واروحهم في الجنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصر المسلمين والمجاهدين في لبنان وانصر المسلمين والمجاهدين في السودان وانصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان أينما كانوا يا أرحم الراحمين اللهم اعطنا يا الله بخصوص هذه الجماعة إيمانا كاملا وأمانا دائما ورزقا واسعا وعقلا تاما وعلما نافعا وعملا صالحا وخلقا حسنا واعطنا عزة وصحة وراحة وفرحة وقوة لعبادتك واعطنا معرفتك يا الله بحرمة القرآن العظيم والنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ويقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون بخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين.